السلام عليكم، صوت واضح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا ذكروا بعض الطلاب ان الشخص مو شغال، فانا الان في وقت انشغال يقدر يعني في اشكاليه في عند بعض الطلاب بخصوص الشعر. طبعا ننتظر دقيقه ولا دقيقتين حتى يكتمل العدد. طبعا نبدأ محاضرتنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله. طبعا تكلمنا عن الفصل الماضي، المحاضرة الثالثة، تكلمنا عن دوال العلاقات والعلاقات أو العلاقات والدوال، وتعرفنا العلاقة ما هي العلاقة. ما أدري ودنا مشاركة، ما هي العلاقة اللي درس المحاضرة الماضية؟ العلاقة هي علاقة تكون بين مجموعتين بي و بي، ويربطهم يعني رابط أو كونديشن معين. وكذلك تعرفنا على المجال والمجال المقابل، مجال العلاقة ومجال المقابل، وتكلمنا عن الدالة ومجالها. ما هي الدالة؟ هي علاقة لكن لها شرط محدد، وذكرنا هذا الشرط، وهذا الشرط مهم حتى تكون علاقة دالة. وتكلمنا عن كذلك بعض انواع من الدوال، الداله الشامله والداله الواحد لواحد. كذلك تكلمنا عن المدى، ما هو المدى، وتكلمنا عن نقاط، وتكلمنا عن الداله العكسيه، واخذنا امثله عليها بشكل عام. هذا الدرس المحاضره الماضيه. اليوم ان شاء الله راح نبدا الباب الثالث، الباب المحاضرة الرابعة، الأساس والقوة والغنى. الأساس والقوة والغنى. ما هو الأساس والقوة والغنى؟ طبعا كالعادة نبدأ بشرحنا، وإذا أي في تعليق عن طريق الشات تقدر تسأل أو تشارك كذلك. اوكي، نبدا محاضرتنا اليوم. الاساس القوة. ما هو الاساس؟ نعلم ان حاصل الضرب 2 × 2 × 2 هو كم؟ 8. ضربنا 2 ثلاث مرات نحصل على 8. يمكن كتابتك التالي 2 × 2 × 2 ويساوي 2 اس 3. الثلاثة هذه 2 يسمى، طبعا لقد حصلنا على العدد 8 ضرب العدد 2 في نفس 3 مرات، ونكتب 8 يساوي 2 اس 3. نسمي العدد 2 الاساس، والعدد 3 بالاس او القوه، وتقرا 2 اس 3. اذا هذه الاساس الاس، تقرا 2 اس 3، يعني 2 مضروب في نفسها كم مره؟ 3 مرات. طبعا المقدار 5 اس 4، يقرا 5 اس 4 او العدد 5 مربع القوه. إذا في طريقة الدراسة، أما 5 أس 4 أو العدد أو 5 مرفوع القوة 4. لاحظ إذا كانت
قوة اثنين قلنا العدد أس اثنين أو العدد التربيع. وإذا كانت القوة ثلاثة قلنا العدد أس ثلاثة أو العدد كي. بصورة عامة نسمي إكس إن قوة رقم إن العدد إكس، ونسمي إكس أساس، ونسمي العدد إن الأس. لاحظ أن 2 أس 5 مثلا مشارك 2 أس 5 يساوي 2 5 مرات، يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 أو بمعنى آخر وتساوي عادة كم؟ عليكم السلام، وتساوي عادة 32. 3 أس 4 عبارة عن تضرب 3 في نفسها 4 مرات، تصبح 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 تساوي كم؟ 1.8. بصورة عامة لأي عدد حقيقي إيه، فإن الـ S إن تعني أن العدد A مضروب في نفس N مرة، أن العدد A مضروب في نفس N مرة. في صعوبة في السلايد هذا وأنا أنتقل السلايد بعده. مثال 2 أس 2 عبارة عن 2 أس 2 يساوي 4، 3 أس 3 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 كم مرة؟ 3 مرات يساوي 27. كذلك ثلثين أس 2 أو 2 على 3 كل أس 2 عبارة عن 2 على 3 ضرب 2 على 3، وطبعا ضرب الكسور عبارة عن تضرب المقام المقام والبسط البسط فيصبح 4 على 9. إكس 6 معناته إكس 6 مرات، يعني إكس ضرب إكس ضرب إكس ضرب إكس ضرب إكس ضرب إكس 6 مرات. طبعا هذه الأمثلة على الأس. طبعا ناتي بنقطة موضوع ثاني ضرب المقادير ذات الأساس الموحد. عندما نضرب إعداد ذات أساس موحد نجمع قوة. إذا كان الأساس موحد بمعنى مثلا الأساس يكون 5 و 5 أو 2 و 2 أو 4 و 4 فإن نجمع إيش القوة؟ نجمع القوة يصير إكس أس إن ضرب إكس أس إم، وعبارة عن إكس إن زائد إم تلاحظون جمعنا القوة اللي هي إن زائد إم. مثلا 3 أس 5 ضرب 3 ضرب أس 2 فنجمع القوة بما أن الأساس موحد أو واحد 3 و 3 نجمع قوة الأساس فيصبح 5 زائد 2، 5 زائد 2 كم يساوي؟ 7. كذلك المثال الآخر إذا كان تكلمنا عن متغير 2 x و x أس 5 و 3 x تربيع عبارة عن إيش؟ 2 ضرب 3 6. بما ان الاساس هو واحد هو الاكس فنجمع الاسس. اذا لم يكتب نفرض من الاكس فقط بدون اي قوه معناته اكس اس واحد. هذه نقطه مهمه اتمنى تفهمونها. اذا ذكرت اكس فقط معناته اكس اس واحد، او اكس اس 5 او اكس اس 2 معناته 2 زائد 5 زائد 1 تساوي 8، يعني 6 اكس اس 8. واضح؟ النقطة الثانية مثال اختر الإجابة الصحيحة ناس الضرب اللي هو 2 A B أس 3 و 3 A تربيع B أس 4. إذا عادة نضرب الثوابت اللي 2 ضرب 3 تساوي كم؟ 6. إذا في الاختبارات عادة يجيك نفس هذا، يعني ناس الضرب ويعطيك أربع اختيارات. فإذا مثلا في هذا المثال يصير نضرب العدد الأول بالعدد الثاني يصير 2 ضرب 3 اللي تساوي كم؟ 6. كذلك الـ A نضربها مع الـ A تربيع، فالـ A ذكرت سابقا أن الـ A بدون أس معناته A أس 1، إذا A أس 1 وهنا A تربيع 2 زائد 1 3، إذا A أس كم؟ 3. A أس 3، إذا العدد الأول 6، العدد الثاني ما أدري الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ أتمنى الصوت واضح؟ تمام. أوكي تمام. واضح. ممتاز. أوكي أتمنى يكون واضح الصوت الآن. أتمنى يكون واضح الآن. أوكي ممتاز يعطيك العافية. الآن ننتقل المثال هذا. إذا في الاختبارات عادة يعني يكون ناتج الضرب يعطيك تو اكسبريشن معين، يصير 2 A B 3 و 3 A تربيع B 4.
إذا أول شيء ركز على اثنين، اثنين ضرب ثلاثة يساوي كم؟ ستة. والأي اس واحد، والأي تربيع معناتها الأي بدون إذا لم يذكر أي قوة عليه معناتها اس واحد. يصبح واحد زائد اثنين يساوي كم؟ ثلاثة. البي اس كم هنا؟ بدون مشاركة. اس كم؟ ثلاثة. معناته بي اس ثلاثة والطرف الثاني بي اس أربعة، يصير ثلاثة زائد أربعة بكم؟ سبعة. إذا المطلوب بي اس سبعة. إذا الخيارات الموجود فيها ستة وإي اس ثلاثة وبي اس سبعة بي، أتوقع نبي نعم بي اللي هي ستة إي اس ثلاثة بي اس سبعة. واضح الفكرة؟ واضح؟ نسأل جدا. في مثال آخر مثلا 2 اس 2 اوكي الإعادة على حسب الوقت. الآن باقي لنا نص ساعة وكنا شوي نتأخر ودنا ننهي المحاضرة، لكن في رأي نحاول نعيد مرة، المرة الثانية نخليها لآخر محاضرة إذا في وقت نعيدها في آخر محاضرة. نذكر نفس الضرب الاثنين A في الثلاثة. إذا ذكرنا 2 ضرب 3 ب 6، إذا نشوف الخيار في 6 كم واحد في 6؟ ثلاث خيارات. الآن البيوس 3 والبيوس 4 تجمع بما أن الأساس واحد معناه تجمع الأسس. تجمع الأسس كيف؟ يصير 3 زائد 4 ب 7، تشوف الخيار اللي في 7 اللي هو واحد اللي هو بي، بيوس 7 والبيوس 3 كذلك. خيار الأمثلة الثانية 2 أس 2 و 2 أس 3. كيف 2 أس 2 و 2 أس 3؟ بما أن الآن الأساس واحد ولا؟ اللي هو الأساس هنا كم يساوي؟ الأساس هنا بدون مشاركة، الأساس هنا كم يساوي؟ الأساس يساوي 2 هذه مشاركة، الأساس يساوي 2، الأساس يساوي 2. إذا 2 أس 2 و 2 أس كم؟ 3. إذا بما أن الأساس موحد أو واحد معناته نجمع إيش؟ الأسس، نجمع الأسس، فيصبح عندنا 2 زائد 3 كم تساوي؟ 5. 2 أس 3 زائد 3 كم يساوي؟ 5. إذا الناتج 2 أس كم؟ 5. واضح؟ المثال الثاني هذا فيه متغيرات، يعني إكس زائد 3 قوس أس 4 وإكس زائد 3 الكل أس 3. نلاحظ بأن القوس 1 إكس زائد 3 وإكس زائد 3 معناته نجمع إيش؟ الأسس، نجمع الأسس. بما أن الأساس 1 نجمع الأسس. ليش واحد؟ لأن x زائد 3 و x زائد 3. إذا 4 زائد 3 كم يساوي؟ 7. إذا x زائد 3 أس كم؟ 7. هذه مهمة تقولها. ننتقل للسلايد اللي بعده، قسمة مقادير ذات الأساس الموحد. قسمة مقادير ذات الأساس الموحد. عندما نقسم الأعداد ذات الأساس الموحد نطرح القوة. الآن إذا ضربنا نجمع، إذا قسمنا إيش نطرح. هذه قاعدة. إذا ضربنا، إذا كان الأساس موحد وضربنا نجمع الأسس. إذا كان الأساس موحد وقسمنا نجمع نطرح الأسس. هذه مهمة ملاحظة. إذا x أس n على x أس m يساوي x عن أساس واحد، لكن نطرح قسم من إيش المقام. يصبح n ناقص m. يصبح n ناقص m. مثال 2 أس 6 تقسيم 2 أس 4 كم يساوي؟ طبعاً تلاحظون من الأساس واحد اللي هو كم يساوي؟ المشاركة على الأساس كم يساوي هنا؟ كم يساوي 2 المشاركة. إذا الأساس هنا كم يساوي 2؟ الأساس يساوي 2. يصبح عندنا بما أنه مقسوم والأساس واحد معناته نطرح الفرق من المقام، يعني 2 ونطرح الأس 6 ناقص 4 اللي يساوي 2 اللي كم يساوي 4. إذا 2 أس 2 يساوي كم؟ 4. مثال ثاني A أس 3 B تربيع تقسيم A تربيع B. تلاحظون في A و B، يعني ما نركز على A ثم نركز على B، فيصبح A 3 ناقص 1 وال B 2 ناقص 1. ليش هنا B 1؟ لأن البي إذا ذكرت لكم سابقا إذا لم يذكر فيها أس معناته يساوي واحد. إذا يصبح عندك أي تربيع مضروب في كم؟ في بي. واضح؟ اختر الإجابة الصحيحة. اختر الإجابة الصحيحة.
فيها صعوبة في النقطة هذه؟ أكثر الإجابة الصحيحة مقدار إكس الثلاثة مضروب في إكس تربيع على إكس أس أربعة، كم تساوي هنا؟ ما هو الخيار المناسب توقع؟ دي دي نعم صحيح دي اللي ذكر دي هو صحيح دي اللي هو اكس، لان اكس اس 4 اذا طرحتها من فوق اكس اس 5 اكس اس 5 5 ناقص 1 1 يصبح عندك اللي هو دي اكس، الناس يصبح عندك ايش؟ اكس، لان اللي فوق اللي هو الضرب اكس اس 3 زائد ضرب اكس اس تربيع تجمعها. طبعا فيه ما ادري فيه شرائح ما تطلع عندي ليه ما ادري والله، بس هل طبعا واضح عند البقيه او الخلل موجود في نفس العرض؟ واضحه البقيه؟ ممتاز اوكي. يبدو لي الخلل عند في العرض عندك ما ادري. نكمل محاضرتنا نرجع للاكس. مهم جدا تعرفون كيف طبعا اكس اكس الثلاثه واكس تربيع يعني ثلاثه زائد اثنين كم يساوي؟ خمسه. والمقام اكس اس اربعه فيصير خمسه ناقص اربعه كم يساوي؟ واحد. اذا اكس اس كم؟ واحد اللي هي دي. ترى هذه عاده تجي اختبارات اختيارات اختياريه زي كذا. ننتقل للسلايد الثاني. 2 اس 5 و 2 اس 3 كم تساوي بدون مشاركة؟ مع انهم حلول لا لكن بدون مشاركة. إذا الأساس واحد لو كم يساوي الأساس هنا؟ بعد مشاركة سواء على الشاذ أو على الخاص ما عندي إشكالية. الأساس يساوي كم؟ 2 يصبح 5 ناقص 3 ممتاز يساوي كم؟ 2 واللي يساوي كم؟ 4. واضح؟ إذا يساوي كم؟ 4. النقطة الثانية مثال رقم 2 A ناقص B أس 7 و A ناقص B أس كم؟ 4. تلاحظون الأساس اللي هو A ناقص B، مع أن الأساس واحد وقسمه وش نسوي؟ نطرح الأسس يصبح A ناقص B الكل 7 ناقص 4 واللي هي تساوي كم؟ 3. واللي كم تساوي؟ 3. 2 أس 2 معناته 2 ضرب 2، 2 ضرب 2 كم يساوي؟ 2 ضرب 2 كم يساوي؟ 4. رفع القوة إلى قوة أخرى، عندما نرفع قوة العدد إلى قوة أخرى نضرب قوتين. الآن ركزوا، متى نجمع القوتين؟ عندما تكون مضروبة ببعض، لكن رفع قوة إلى قوة نضرب قوتين. مثال مثلا إكس أس إن أس إم عبارة عن إكس الأساس يساوي الأساس اللي هو إكس. ما إن في إم، يعني إن تضرب في إن. مثال 3 أس 2 الكل أس كم؟ 5 اللي هي 3 أس كم؟ 10. إذا 5 ضرب 2 كم يساوي؟ 10. الآن إكس أس 3 الكل أس كم؟ 4. إذا مرفوع القوة أخرى اللي هي أس 4 تضرب 3 في 4 تصبح إكس أس كم؟ 12. هذه مهمة، هذه الملاحظات هذه النظريات مهمة في حل الأمثلة. إذا رفع قوة إلى قوة نضرب القوة، في مثال ثاني اللي هو اكس اس 4 الكل اس سالب 3، وش قلنا؟ نضرب القوة، يعني سالب 3 ضرب 4 كم يساوي؟ تنحل بالحاسبة، لكن في الاختبار تجيب اختيارات. اختار أول الثاني أو الثالث. إذا اكس اس سالب 3 في 4 سالب 12 وليس سالب 12 اللي اكس اس سالب 12. الآن 2 اس 3 الكل اس 2 عبارة عن ايش؟ بمعنى قوة مرفوعة القوة نضرب يصير 2 ضرب 3 6 إذا 2 اس 6 اللي كم تساوي؟ 64. واضح؟ حاصل إذا أخذنا ضرب أساس في أساس يكون الأساس موحد، رفع قوة للقوة نضرب القوة في القوة الثانية اللي أخذناه، وأخذنا قسمة نطرح الأس من أس البسط من أس المقام. حاصل ضرب المقادير ذات القوة المشتركة
أصغر مقادير ذات قوة مشتركة أو واحدة، يعني أن المقدار الأول مرفوع لهذه القوة مضروب في المقدار الثاني مرفوع لهذه القوة. إذا أنا جالس الآن أطرح نظريات أو قوانين بمعنى أصح، هذه القوانين مهمة جدا في حل الأمثلة. إذا هذه القوانين مضروب أن يعني تجدول في جدول، وكل مثال جنبه إيش، كل قانون جنبه إيش مثال. أنا خصوصا ملخصات، أنا ودي أتكلم بهذه مرة ثانية، خصوصا ملخصات اللي المكتبات أنا حقيقة ما أطلعت عليها ولا أقدر أنصح فيها بنعم أو لا. لذلك أنا حقيقة ما أنا يهمني المحاضرات اللي ألقيها، هذه المحاضرات المهمة وهي المطلوبة في الاختبار كذا. يوجد على الملخصات جدا رائعة، لكن حقيقة ما أطلعت عليها ولا أعرف وش بالضبط. خصوصا منهج يعني المنتري يعني مبدئي، يعني يستطيع أي شخص يقدم يعني ملخص مفيد فيه. لذلك أنا ما أستطيع أذكر هل هي مناسبة أو غير مناسبة. فأنا أذكر دائما تجيني أسئلة في المنتدى، أذكر أن المطلوب اللي هو اللقاءات الحية، اللقاءات الحية أو المحاضرات الحية هي اللي عادة، والكتاب المقرر عليه. نكمل بسم الله. طبعا اكس ضرب واي اس عبارة عن توزع الاس على الاكس وعلى الواي، توزع الاس على الاكس وعلى الواي. يصبح عندك 3 ضرب 5 اس 2، يعني 3 اس 2، يعني توزع 2 على 3 توزع 2 على كم؟ على 5. واضح؟ يصبح 2 3 اس 2 ضرب 5 اس 2، اتوقع ما فيها صعوبة. يعني اذا كان في عددين مضروبين ببعض الجميع مجموعهم ضرب او مضروبين ببعض اس قوة معينة، هذه القوة توزعها على العدد الأول ضرب العدد الثاني. فيصبح عندك 3 أس 2 ضرب 5 أس 2. الآن إذا كان عندك مثال ثاني E في B في C الكل أس 5، كذلك توزع 5 على الـ A والـ B ويجب الـ C، فيصبح A أس 5 B أس 5 C أس 5. واضح النقطة هذه؟ مثال تفترض الإجابة الصحيحة، المقدار 2 أس 2 x y اس 4، يعني الاربع توزع على 2 توزع على x وتوزع على على y، فيصبح 2 اس 4 x اس 4 y اس 4. اذا 2 اس 4 يساوي 16، x اس 4 y اس 4 اللي هي الخيار رقم d. واضح؟ مثال اختار الاجابه الصحيحه، اختار x اس 4 y اس الكل اس 3، يعني 3 توزع على العدد الاول توزع على العدد الثاني، فيصبح 3 في 4 كم يساوي؟ 12. إذا x أس 12 مضروب في y أس 3 اللي هي خيار رقم A. خيار رقم A يعني 3 تضربها في 4 يصبح 12، والثلاثة تضربها في الواحد اللي 3، فيصبح x أس 12 في y أس 3. إذا هذه مهمة، هذه الأمثلة مهمة جدا. ناخذ مثال ثاني اللي هي x اس 4 الكل اس سالب 3، اتوقع انه مر علينا هذا اللي قبل شوي اللي سالب 12 وسالب 64. اي نقطه تامر عيد؟ طبعا تامر راح نرجع للسلايدات مره ثانيه بخصوص مثال هذا. المثال هذا اللي هي x اس 4 y الكل اس 3، معناته الثلاثه تضربها في الاربعه يصبح عندك كم؟ 12. يصبح x اس 12، والثلاثة تضرب في الواي يصبح واي اس كم؟ 12، فيصبح الخيار الـ A اللي x اس 12 واي اس كم؟ 3. مقدار ذو القوة سالبة، العدد مرفوع للقوة سالبة، مثلا هذا المثال x اس سالب n، هذا عبارة عن التسرة حقيقة، يصير 1 على x اس كم؟ n. إذا هذا المثال واضح، x اس سالب n، السالب هذا تنزله في المقام في الموجب. إذا سالب n هذا تنزل في المقام يصبح x في الموجب، يصبح 1 على x اس كم؟ n. أيضا 1 على x سالب n بما أنه في المقام تطلع في البسط لكن في الموجب. إذا كانت القوة بالسالب تنزلها في المقام وتشيل السالب يصبح موجب، وإذا كانت في المقام تطلعها البسط وتشيل السالب تصبح ايش؟ في الموجب. مثال 3 أس سالب 2 عبارة عن ايش؟ قلنا الأس كم؟ سالب 2، يعني منزله وين؟ في المقام، بما ان في سالب ركزوا، اذا في سالب تنزله في المقام. واضح؟ اذا في سالب وهو موجود في الوسط تنزله في المقام، يصبح 1 3 اس كم؟ 2 اللي هو 1 على كم؟ 9. اتمنى تكون الصوره واضحه، يصبح 1 على 9،
الآن واحد على ثلاثة أس اثنين في المقام وسالب السالب تطلع في البسط يصبح ثلاثة للترفيع وهذا كم تساوي؟ تسعة. إذا بمعنى إذا عندك أس سالب وفي البسط تنزل في المقام في الموجب، إذا عندك أس سالب في المقام تطلع في البسط في الموجب، يعني السالب لازم إما يكون في تنزله في البسط أو تطلع في المقام، تنزله عذرا تنزله في المقام وتطلعه في البسط. كذلك واحد على عشرة هو عبارة عن عشرة سالب واحد وهكذا. أتمنى القانون هذا واضح. الآن خمسة سالب اثنين كم يساوي؟ مشاركة سريعة على التخرين ودنا نخلص الوقت داهمنا. خمسة سالب اثنين كم يساوي؟ اللي قلنا الأس سالب واضح معناته تنزله يصبح واحد على خمسة تربيع. واحد على خمسة تربيع، خمسة تربيع كم يساوي؟ خمسة في خمسة كم يساوي؟ خمسة وعشرين. إذا اللي هو قيم السي اللي هو واحد على خمسة وعشرين، واضح؟ إذا يصير واحد على خمسة وعشرين. إذا الخيار سي، إذا بما أن سالب نزلنا تحت وطلعنا وضربنا في عالي. الآن إكس على واي كل سالب ثلاثة، لاحظوا تلاحظون أن إكس على واي، الآن توزع السالب ثلاثة على الإكس وتوزع على كم؟ على الواي. واضح؟ إذا يصبح الواي في البسط والإكس فيش في المقام. يصبح y اس 3 و x اس كم 3 اللي هي a اللي هو a، لان بما ان سالب 3 قلنا البسط يصبح مقام والمقام يصبح بسط، اذا في سالب ركزوا اذا في سالب البسط يصبح مقام والمقام يصبح بسط، يصبح y اس 3 على x اس كم 3، لان وزعنا 3 على x وزعنا على كم؟ على الواي. هذه الامثله مهمه. المقدار المرفوع للقوة صفر عادة العدد المرفوع للصفر يساوي كم؟ واحد، يعني x الصفر يساوي واحد. اثنين الصفر تلاحظون هنا اثنين الصفر اللي إذا كانت قوة يساوي الصفر يساوي كم؟ واحد. الملاحظ هنا مثلا مية الصفر واحد، ألف الصفر واحد، أي عدد الصفر إذا كان الباور حق الصفر عادة يساوي كم؟ واحد. الآن 3x الصفر يساوي كم؟ واحد، وهنا كذلك سالب 4 على 2 كل الصفر لابد يساوي كم؟ الخيار C اللي هو واحد، يعني أي شيء قوة تساوي الصفر عادة يساوي الواحد. في أمثلة هنا اللي هو 1 الصفر كم يساوي؟ واحد. 3 سالب 2 قلنا بما أن في سالب نزل على المقام يصبح 1 على 3 تربيع يساوي 9. الآن 2 سالب 3 و5 سالب 3 بما أن اللي فوق سالب واللي تحت سالب نغير فيهم يصبح المقام بسط والبسط مقام يصبح 5 تربيع و2 أس 3 تشيل السالب، إذا نزلت في المقام تشيل السالب يصبح 25 على كم؟ على 3. الآن سالب 2 الصفر يساوي 1 قلنا ذكرنا أي شيء الصفر يساوي كم؟ 1. الآن هنا سالب 2 سالب 3 وسالب 5 سالب 2 إذا في سالب تغير فيصبح سالب 5 تربيع وسالب 2 اس 3. سالب 5 تربيع يعني سالب في سالب موجب ركزوا، لكن سالب في سالب في سالب ثلاث مرات في سالب فيصبح عندك سالب 8 وهنا 25. كذلك هنا سالب 3 تنزله في المقام وتضرب ثلاث مرات يعطيك سالب 27. مثال اخر اللي هو اكس سالب 3 وواي اس 4. طبعا قلنا توزع القوه على الواي وتوزع القوة على الاكس فيصبح 4 سالب 3 سالب 12 و4 في 1 في 4 اللي هو واي اس 4 على اكس اس 12. ليش نزلنا 12؟ قلنا اذا كان سالب نزل. المثال الثاني اللي هو 9 اكس 5 واي اس 4 على الكل تقسيم 3 اكس اس 3 في واي الكل اس كام 2، قلنا نستضرب 2 في جميع الاسس، نستضرب 2 في جميع الأسس قبل في إمكانية تختصر مثلا x 3 و 5 x 3 يعني 5 ناقص 3 يساوي كم؟ x تربيع. هنا y 4 و y 1 اللي 4 ناقص 1 يساوي y أس 3. 9 تقسيم 3 يساوي كم؟ 3. الكل يساوي كم؟ 2. الآن تضرب بقوة تساوي 2 ضرب 3 تربيع x 4 y أس 9. y 2 ضرب 3 يساوي 6 اللي هي y 6 واللي تساوي 9 x 4 y 6. كذلك سالب x على y كل اس 4 توزع الاس على البسط والمقام يصبح سالب x 4 y 4
وبما أن سالف X الأسم زوجي فإن سالف بسالف بسالف يعطيك موجب فيصبح عندك X 4 على Y إس 4. كذلك المثال الأخير اللي X 2 وY سالف 3 كل إس 4 توزع الأربعة على 2 وعلى السالف 3 يصبح عندك X 8 في Y السالف 12. طبعا نزل السالف 12 إذا تحت يصبح في المقام Y إس 12. واضح؟ الدرس الثاني اللوغاريتم. اللوغاريتم طبعا اللوغاريتم هو عكس الأس بشكل عام. دالة اللوغاريتم هي دالة عكسية للأس. عرفنا أن 8 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 وتساوي طبعا بخصوص الشرائح ننزلها في المنتدى العام. كل محاضرة خلص منها ننزلها وأي سؤال أو استفسار بخصوص المحاضرة تسألون عن طريق المنتدى العام أو عن طريق المحاضرة. جميع المحاضرات اللي أطعتها نزلتها في المنتدى العام. أكرر جميع المحاضرات اللي أطعناها ثلاث محاضرات الماضية موجودة في المنتدى العام بمسمى المحاضرة الأولى المحاضرة الثانية المحاضرة الثالثة المعلومية. للحل المسألة الثالثة إذا 8 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2 الكلس كم؟ 3. أوجد قيمة المتغير X حيث أن 2 X تساوي 8. يعني ما هو العدد اللي ترفع للأس للأساس 2 يعطيك 8؟ يعني 2 ضرب 2 يساوي 4 ضرب 2 يساوي 8. كم مرة ضرب 2؟ 3 مرات. يعني كذا تعتبر نريد أن الإكس تساوي كم؟ 3. 2 إس 3 يساوي كم؟ 8. نريد أن نعرف عدد مرات ضرب العدد 2 في نفس الحصول على 8 بالطبع 3 مرات. في هذه الحالة نقول أن لوغاريتم العدد 8 للأساس 2 هو كم؟ هو 3. إذا ركزوا المعلومة هذه لوغاريتم العدد 8 للأساس 2 هو 3. بمعنى ما هي القوة اللي ترفعها ل 2 يعطيك 8؟ بمعنى ما هي القوة اللي ترفعها ل 2 يعطيك 8؟ يعني 2 إس 3 يساوي 8. إذا العدد تنطق لوغاريتم العدد 8 للأساس 2. إذا تنطق لوغاريتم عدد 8 لل الأساس 2 حيث أن لوغاريتم العدد لأي أساس هو عدد مرات ضرب هذا الأساس في نفسه للحصول على هذا العدد. مثلا لوغاريتم العدد 27 للأساس 3 يعني كم مرة نضرب هذا الثلاث في نفسه نعطينا 27؟ الإجابة كما 3 مرات ضرب العدد 3 في نفسه للحصول على 27. أي أن لوغاريتم العدد 27 للأساس 3 هو يساوي كم؟ 3. ويكتب لوغاريتم العدد 27 للأساس 3 يساوي كم؟ 3. أكثر لوغاريتم الأربعة للأساس لوغاريتم 16 للأساس 4 معناته ما هو العدد اللي ترفع الأربعة يعطيك 16؟ اللي هو 2. 4 أس 2 يساوي 4 في 4 يساوي كم؟ 16. كذلك لوغاريتم 2 ل 32 ما هو العدد اللي ترفع ل 2 يعطيك 32؟ أتوقع 5. يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 5 مرات يعطيك كم؟ وينطق لوغاريتم 32 للأساس 2. لاحظ عندما يتساوي العدد والأساس يكون ناقص لوغاريتم 1. يعني مثلا لوغاريتم 5 للأساس 5 يساوي كم؟ 1 عدد. يعني بمعنى عدد المرات ضرب الأساس 5 في نفسه للحصول على 5 هي مرة واحدة في التالي. إذا هذه قاعدة. يعني لوغاريتم 100 على 100 كم يساوي؟ 1. لوغاريتم 1000 على 1000 يساوي كم؟ 1. واحد. بصورة عامة أن لوغاريتم من A لوغاريتم من A للأساس A يساوي كم؟ 1. هذه قاعدة مهمة. لاحظ أن 2 إس 3 تعني أن العدد 2 مضروبة في نفسه 3 مرات. بالتالي لوغاريتم 2 إس 2 الكل إس 3 يساوي كم؟ 3. بصورة عامة طبعا هذا قانون آخر لوغاريتم A إس N للأساس A يساوي كم؟ N. يعني تركز على إذا كان الـ A إس N للأساس A يساوي كم؟ N. إذا نعلم أن 3 الصفر يساوي 1 معناته لوغاريتم الواحد للأساس 3 كم يساوي؟ 0. إذا تلاحظون دالة عكسية دالة قوة ودالة لوغاريتم دالة عكسية. إذا لوغاريتم 3 ما هو العدد لوغاريتم الواحد للأساس 3 ما هو العدد اللي ترفع على 3 يعطيك 1؟ إنه 0. 3 الصفر كم؟ 1. واضح؟ إذا بشكل عام لوغاريتم الـ A لوغاريتم الواحد للأساس الـ A يساوي كم؟ 0 عدد. واضح؟ إذا نعيد ونكرر لوغاريتم 3 الواحد للأساس 3 بمعنى ما هو العدد اللي ترفع للثلاثة يعطيك صفر؟ يعطيك الواحد اللي هو الصفر.
إذا لغرف الواحد الأساس الثلاثة يساوي كم؟ يساوي صفر. الدرس الثالث اللي هو لغرف من عشري، وش معنى عشري؟ يعني أساسه يساوي كم؟ عشر. أساسه كم يساوي؟ عشر. اللوغاريتم الذي أساسه عشر يسمى اللوغاريتم العشري، وعادة نعبر عنه بدون كتابة الأساس مثلا لوغاريتم عشر إكس. إذا ما كتبت الأساس معناته عشر، الملاحظة مهمة. إذا لم أكتب الأساس معناته يساوي عشر. إذا لم أكتب الأساس معناته يساوي عشر. طبعا في اي سؤال او استفسار بخصوص السلايد هذا قبل اللي هو طبعا كثير مهم، لوغاريتم الخمسة يساوي خمسة للأساس خمسة يساوي واحد، هذه مهمة جدا. كذلك هذه قاعدة بمعنى ما هو العدد اللي ترفع الخمسة القوة اللي ترفع الخمسة يعطيك خمسة الواحد، خمسة اس واحد واحد، خمسة اس واحد عذرا يساوي خمسة. واضح؟ إذا القاعدة العامة لوغاريتم من ايه؟ لوغاريتم A الأساس A يساوي كم؟ واحد. كذلك القاعدة الثانية لوغاريتم A أس N للأساس A، هذه مهمة جدا. إذا لوغاريتم 2 أس 3 للأساس 2 كم يساوي؟ 3، هذه مهمة، هذه مهمة. لوغاريتم 2 أس 3 على للأساس 2 يساوي كم؟ 3. فلو غرفت من العشري اللي هو ذكر معنى الأساس يكون إيش؟ يساوي عشر. أساس يساوي عشر. طبعاً تعني لو غرفت من عدد X الأساس عشرة، أي عدد مرة أخر الأساس عشرة في نفسه للحصول على X. مثلاً لو غرفت من المية الأساس عشرة، كم مرة نمر بالعشرة في نفسه يعطينا مية؟ مشاركة، كم مرة نمر بالعشرة في نفسه يعطينا مرة؟ نمر مرتين، يعني 10 أس تربيع أو 10 أس 2، يعني 10 في 10 يساوي كم؟ 100. يعني إذا نريد عدد المرات ضرب عدد 10 في نفس الحصول على 100 هي مرتان. بالتالي لوغاريتم 100 يساوي لوغاريتم 10 تربيع يساوي كم؟ 100. لأن هنا لوغاريتم 10 أس 2 للأساس 10، إحنا خلنا قانون أبي دائما تساوي كم؟ تساوي أس اللي هو يساوي إيش؟ 2. المثال الثاني لنوجد لوغاريتم 1 من 10 لو بوينت 1 للأساس 10، لاحظ أن البوينت 1 يساوي 1 على 10، بمعنى أنه يساوي كم؟ 10 سالب 1. بالتالي لوغاريتم البوينت 1 يساوي لوغاريتم 10 سالب 1 للأساس 10، وهذا القانون أخذناه ناخذ عادة الأس مباشرة اللي هو سالب كم؟ 2. إذا لوغاريتم 10 سالب 1 للأساس 10 يساوي كم؟ سالب 1، هذه مهمة، هذه مهمة جدا. تلاحظون الكسر لوغاريتم الكسر حلناه إلى 10 سالب 1، أصبح لوغاريتم 10 سالب 1 للأساس 10 اللي يساوي كم؟ سالب 1. واضح؟ الآن أتوقع ناخذ سلايد. اختر الإجابة الصحيحة. لوغاريتم 10 الالاف كم يساوي؟ الآن يعني إذا كان 10 الالاف ايش تفكر؟ تفكر كيف نضع 10 الالاف هذه 10 أس عدد معين؟ 10 الالاف كيف؟ ما هي مضاعفات العدد 10 حتى تصل إلى ما هي القوة اللي ترفعها العدد 10 يعطيك ايش 10 الالاف؟ 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 اللي كم تساوي مرة؟ 4 مرات. واضح؟ يعني 10 أس 4 يساوي كم؟ 10 الالاف. إذا من القانون اللي أخذناه يا شباب 10 لوغاريتم 10 أس 4 للأساس 10 تأخذ الأس مباشرة اللي هو 4، إذا يساوي كم؟ دي يساوي كم؟ دي. واضح يساوي كم؟ دي. المثال الأخير اللي هو لوغاريتم 1 من 1000، 1 1 من 1000 يعني 1.001. هذه عادة نستخدم نفس الطريقة السابقة، نحولها إلى 1 على 1000 اللي يساوي 10 أس كم؟ سالب 3، فيصبح الناس عندنا سالب 3، البي يساوي سالب 3. طبعا هنا انتهينا، انتهت السلايدات.
وقررنا عن نهاية المحاضرة كانت تقريبا 5 دقائق. تكلمنا اليوم عن القوى والأساس والأس وكذلك اللوغاريتم وكذلك اللوغاريتم العشري. تكلمنا عن قوانين مهمة جدا في القوى والأساس، كيف نضرب قوتين، كيف نضرب إذا كان أساس موحد، إذا كان عبارة عن قسمة، إذا كذلك إذا كان قوة مرفوع القوة. أخذنا قوانين هذه مهمة جدا تطبق تحفظ وكذلك تطبق في أمثلة، يعني إذا حتى ترفع القانون لازم تطبق عن طريق مثال هذه مقطع. وتكلمنا عن اللوغاريتم بشكل عام وعرفنا اللوغاريتم هي دالة عكسية للأساس هي للقوة الدالة الأسية وتكلمنا عن بعض القوانين للغرب. وهذا اللي محاضرتنا اليوم. أتمنى في أي سؤال استفسار قبل نهاية المحاضرة. طبعا هل في محاضرة؟ عندنا محاضرة واحدة فقط يوم الأربعاء الساعة 4:15 إلى الساعة 5. هذه محاضراتنا من 4:15 إلى 5. المنتديات، جميع المحاضرات المنتديات، لاحظ أسماء جديدة، جميع المنتديات المحاضرات أنزلها في المنتدى، أنزلها في المنتدى العام، وأي استفسار أو سؤال تقدر تعلق تحت المحاضرة وأرد عليك من خلال المنتدى. المثال الثاني يساوي سؤال 3، ذكرنا احنا أخذنا مثال 1 من 1000 عبارة عن 1 على 1000 اللي 10 سالب 3، يساوي 10 سالب 3. إذا لوغاريتم 10 سالب 3 للأساس 10 اللي تأخذ القوة اللي هي كم؟ سالب 3. خصوص طبعا المحاضرة هذه نعطي محاضرة واحدة. في أي سؤال أو استفسار عن طريق المنتديات أو عن طريق الإيميل الخاص فيني عن طريق اللي هو موقع العمادة تواصل معي وأرد على الإيميلات، جميع الإيميلات تصلني أرد عليها. وكذلك المنتديات جميع أسئلة أو شيء مواقع أرد عليها. أوكي، إذا المنهج بشكل عام المنهج عبارة عن محاضرات الحية، محاضرات ننزل أو المنتدى العام، كذلك الكتاب يوجد فيه أمثلة كثيرة تساعد على فهم المادة أكثر. يعني ركز على المحاضرات الحية، على المحاضرات اللي نزلها تفهمها، بعدين تنتقل الكتاب تدرس أمثلة إضافية لفهم المادة. منهج احنا المحاضرة الرابعة الآن تقريبا بتوقع لنا تقريبا 5 فصول إن شاء الله تكون هي طبعا هي هذه المفردات المقرر وموزعه على على المحاضرات الممكنه خلال هذا الفصل. اتوقع ان المنهج مو كثير مره. اوكي، في سؤال بخصوص المنهج بخصوص المفردات بخصوص اي ما المطلوب ان تنزلوا المحاضرات وكذلك الموجوده في المنتديات وتبدا تذكرونها من الان، واذا اي سؤال استفسار انا موجود في المنتديات العامه يكون تحت في المحاضره تقدر تسال وانا اجاوب عليه باذن الله. العفو عفو الجميع، باقي دقيقه وتنتهي المحاضره. في اي سؤال استفسار بخصوص المنهج في اسماء جدد فاتمنى أي سؤال أو استفسار. صممت منهج مفردات مقررة نزلناها، عنوان الكتاب نزلته كذلك، الآلات المطلوبة كذلك نزلناها. يا ريت كثير أسئلة ما هو كيف نذاكر، إذا ذكرت أن المحاضرات الحية كذلك المحاضرة هذه المحاضرة أنزلها، المحاضرة السبايدات هذه أنزلها مباشرة في المنتديات العامة تكون عندك جاهزة. واضح؟ نشكر الجميع على حضور هذه المحاضرة، نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، شكرا جزيلا، السلام عليكم.